مساء الخير، معكم كارين سلامة. حلقة جديدة من برنامج برأيك بتطلع عليكم على شاشة المستقبل. بحلقة الليلة رح نعرف رأي ضيفنا بالمواضيع التالية: مونديال 2014 والكرة في ملعب البرازيل، العذراء مريم من قناة اللبنانية، مونديال 2022 على جماجم العمال، اغتصب طفلا فاغتصبه 20 سجينا، شكلك مش غريب، غريب شوي، فاشن والريد كاربت، راشدة بعمر 12 سنة، جواز السفر اللبناني يقيد الحرية. كل هالمواضيع رح نناقشهم من خلال رأي ضيفنا الليلة. مثل ما عودناكم بكل حلقة، أنا بجسد شخصيا حكى عنها الليلة. أنا عم كون مشجعة رياضية بما أنه مونديال 2014 صار على البواب. ضيفنا الليلة من بيت فني عريق، قدم البرامج وكان ناجح بعمله، مثل وأصبح نجم بسرعة ورقم صعب بين أبناء جيله، غنى وحبته الناس وصار عنده أغنية خاصة بوقت فنانين كتار توقفوا عن الإنتاج بسبب الأحداث بالوطن العربي. شاب مقتبل العمر وشخصية محببة وتلقائية، معجبي كتار من النساء والرجال على حد سواء، والليلة الكل ناطرينه يعطينا رأيه بمواضيعنا. ضيفنا هو النجم الممثل المغني ومقدم البرامج كارلوس عزار. رح ننتقل نحن وياك لموضوع جديد. أصدر الكاتب والباحث كريم كوسا كتابه يسوع الفينيقي يلي بيتناول فيه نسب السيد العذراء مريم ويسوع المسيح. بعد سنوات عديدة من البحث والتدقيق بالمراجع التاريخية ومقارنتها بأساليب الحياة والعادات يلي كانت سائدة بفترة ولادة السيد المسيح، توصل الباحث أنه العذراء مريم كنعانية ومش يهودية، والسبب هو أنها كانت خادمة بهيكل الرب لما وصلت للبشارة بولادة السيد المسيح. وبالدين اليهودي ما كان مسموح للنساء بخدمة الهياكل، إنما هالعادة هي كنعانية صرف. من بعدها قامت السيد العذراء بتقديم ثوب أرجواني لكاهن المعبد، وهالعادة هي أيضا كنعانية ومش يهودية. وذكر بالكتاب إنه يوسف الرامي المذكور بالإنجيل قام بأخذ جثة المسيح عن الصليب ودفنها بقبر ووضع صخرة على بابه على الطريقة الكنعانية. ويوسف هو من قرية راما بقرب قانا الجليل، ويبدو إنه هو خالة لمريم العذراء. أكيد هالاكتشاف ما بيغير شيء بالمفهوم الديني أو بالفعل الإيماني للمسيحيين، إنما بيفتح جدل حول الادعاء حول يهودية العذراء وبالتالي ابن السيد المسيح. برأيك؟ هذا موضوع شائك كتير، وموضوع بفتكر إنه ما بيقدر يناقش بتفاصيله إلا المختص بهذا الموضوع، يعني الكاتب مسيو كوسا، مش هيك؟ أنا ما قريت الكتاب، يمكن لو قريت الكتاب بقدر خبرك أكتر تفاصيل، بس أنا بالنسبة لي ما بيهمني. ما بيهمك؟ لا أكيد ما بيهمني، لأنه أنا بالنسبة لإلي العذراء هي ما بعرف إذا بتنوصف، ما بقدر لقي لها وصف، بس بالنسبة لإلي ما بيأثر إذا كانت كنعانية أو يهودية. هيدي العذراء، هيدي العذراء عن جد شو بتفرق؟ منين إجت؟ من أي ضيعة؟ من أي بلد؟ شو أصلا انتماء الديني؟ ما بعرف، وبرجع بقول لك ما بيهمني الموضوع، لأنه بالنسبة إلي اللي بيهمني أنا هو مكانتها هلا، وخاصة نحن إذا بدك بلبنان بالتحديد. العذراء بالنسبة لنا هي شيء من الشغلات القلال يلي بيوحدوا الطوايف كلهم. مزبوط. يعني اليوم مثلا نحن بشهر أيار، شهر المريمة، تطلع على حريصة بتشوفي إنه كل العالم تطلع وكل الأديان تطلع على مزبوط. على حريصة، وكلهم بيأمنوا بالعذراء، هذا اللي بيهمنا. طب برأيك ليش هالبحث هلا؟ ليه توقيته هلا؟ هذا بحث شخصي. ما بتلاقي ايه؟ ما بتلاقي انه معقول للسياسه يكون لها دخل؟ ما بدي ورط الكاتب. اوكي، هذا بحث شخصي. بس انا بغض النظر عن هذا البحث الشخصي، بروح لمطارح تاني، انه اذا بتلاحظي كل فتره في يا كتاب يا فيلم سينما يا بحث، مش ضروري من هذا النوع، يا بيرجع بيخليك انت تعيد النظر او تشككي، ما بدي اقول كلمه كتير كبيره، او انه ترجع تفتحي ملفات، او انه ترجع تشغلي راسك بشكل انه بركي هيك بركي مش هيك بركي هيك بركي مش هيك. بس انه بالنهايه في الكنيسه هي اللي بترجع بتحط الشغلات على السكه يلي هي بتلاقيها مناسبه.